Quoi de neuf santé. في كواد نوف سونتي اخر الدراسات الطبيه والعلميه اول باول نقدموه لكم اليوم باش يكون حديثنا حول اصابه الدماغ البسيطه قد تؤدي الى خلل دماغي كبير. هذا اللي تكشفوا دراسه حديثه عن اليه تسبب الاصابات الرضية الخفيفه في اضطرابات النوم ونوبات الصلاه كما تظهر كذلك امالا جديده في معالجتها. في عام 2002 وصلت جثة لاعب كرة القدم الأمريكية مايك ويبستر إلى منظمة التشريح في جامعة بيترسبورغ الأمريكية. وقتها كان الطبيب الشرعي المهاجر من نيجيريا أومالو مسؤولا عن تشريح تلك الجثة، واطلع أومالو على تاريخ المرضى المتوفي، وكان ويبستر قد مات بعد سنوات من معاناة مع إعاقة المعرفية والفكرية واضطرابات المزاج وتعاطي المخدرات والفقر، على الرغم من أن دماغ ويبستر بدأ طبيعيا عند تشريح الجثة. وقرر أومالو إجراء مزيد من التحاليل على بعض أنسجة من مخ اللاعب المشهور. وأثبت أومالو أن لاعب كرة القدم الأمريكية اللي تعرضوا لاحتكاكات شديدة وصدمات قاسية على نحو متكرر في أثناء لعب المباريات الرياضية المتتالية يمكن أن يصاب بأمراض عصبية خطيرة. لكن ماذا لو تعرضت إصابة واحدة بسيطة من الدماغ أو متوسطة الشدة؟ هل يمكن أن تؤثر على بقية حياة؟ هذه كانت نتائج دراسة حديثة منشورة في دورية ساينس. أن ذلك الأمر محتمل للغاية، ولم يقتصر الأمر على إثبات إمكانية حدوث تأثيرات سلبية عصبية من جراء إصابات متوسطة الشدة، بل حدد الباحثون أيضا جزء مسؤول عن تلك التأثيرات الثانوي. وتنقسم إصابات الدماغ إلى عدة أنواع، أولها الإصابة الخفيفة التي تتسبب فقدان طويل الوعي، ولكن تظهر على المصاب علامات الارتباك وفقدان الذاكرة المؤقت. وتصنف الإصابات المتوسطة بكونها تلك التي عانى بسببها الشخص من فقدان الوعي لمدة تتراوح بين 20 دقيقة و 6 ساعات، أما الإصابة الشديدة فتلك هي التي تتسبب في فقدان المصاب الوعي لمدة تتجاوز 6 ساعات. وتعد حوادث السير السبب الأكثر شيوعا لإصابة الدماغ الرضية، ثم تأتي الرياضة ونشاطات الجسدية في المرتبة الثانية، أما اعتداءات فتحتل المرتبة الثالثة. وبالنسبة لكبار السن يمثل الوقوع السبب الأول لإصابات الدماغ الرضي. وفق الدراسة يظهر معظم هذه النتائج العكسية بعد شهور أو سنوات من إصابات الدماغ الرضحية. تسببها في إصابات ثانوية غير مباشرة تتطور نتيجة للتأثر الأول، نظرا إلى أن الإصابة الأولية لا رجع فيها بشكل أساسي. فإنه فهم أي ومتى وكيف تتطور الإصابات الثانوية أمر بالغ الأهمية لمنع الإعاقة ومن ثم علاجها. وساعد الباحثون في الدراسة على سد تلك الفجوة بعد أن حدوا جزئيا، بعد ما حدوا الدور الرئيسي في التأثيرات الثانوية للإصابة بالدماغ مثل اضطراب النوم، النشاط ونشاط الصرع والالتهابات، بل أظهروا أيضا أن العلاج بالأسام المضادة يمكن أن يمنع تطور هذه النتائج السلبية. كان الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم كيفية اللي يتغير بها الدماغ بعد وقوع من الإصابات الرضية، وكيف يمكن أن يؤدي هذه التغيرات إلى مشكلة مزمنة ثم تطور إصابات الصرع واضطراب النوم وصعوبة المعالجة الحسية التي تشمل الاضطرابات من شأنها التأثير على الحاسة من الحواس الخمس أو أكثر. حسب هذه الدراسة فإنه انطلقت تلك الإصابات الخفيفة من القشرة إلى البنية الدماغية الأعمق، فالمهاد كان أكثر تأثرا من القشرة ذاتها، وهو أمر مثلا مفاجئ في الدراسة. كما أراد الباحثون في الدراسة إيجاد طريقة لمنع التأثر الضار لهذا الجزء، ولكن من دون التأثير على دوره المفيد، وعمل زيادة مستوى تلك الجزء في الدماغ تحدث استجابة التهابية تؤدي إلى الأمراض التنكيسية. وتشمل نتائج المزمنة لإصابة الدماغ بالالتهاب وفقدان الخلايا العصبية مجموعة من الأمراض على رأسها اضطراب النوم ونوع من النشاط الدماغ غير الطبيعي كنوبات الصرع، ولكن الأخبار ليست جميعها سيئة. وين الفئران المصابة بالإصابات الدماغية مزمنة عندما عولجت بأسام مضادة علاجية جديدة تمنع مسارا التهابيا محددا، تراجعت مستويات جميع الأعراض التي لاحظناها، وأصبحت نسبة الالتهاب أقل وفقدان الخلايا العصبية في حده الأدنى، كما تمكنت الفئران من استعادة قدرتها على النوم وقلة نوبات الصرع. وللتحقق من صحة النتائج اللي توصلوا لها، فحص الباحثون أنسجة من مخ البشرية ليجدوا أن الأدمغة التي تعرض أصحاب الإصابات الرضية في الماضي لديها مستويات عالية
من الجزيئي ذاته. كما لاحظ العلماء أن العلاج بالأسام المضادة التي تعرف بمثبتات الأنكسون المضاد لم يساعد فقط بالاستعادة المعازل النوم، بل منع أيضا تطور أنشطة الصرع. وبشكل عام تشير الدراسة إلى أن الإصابة استهداف المنطقة المضطرة بعد الإصابة يمكن أن يمنع بعض أكثر العواقب المدمرة طويلة المدى للإصابات الدماغ المؤمنة، ويأمل الباحثون أن يؤدي هذا في النهاية إلى تطوير علاجات بالإصابات الدماغ الرضحي. كانت هذه كواد نوف سانتي بالنسبة لليوم.